الطريقه بتاعت السامبلنج ترانسفورميشن ميثود الحقيقه فيها احنا بنكونفيرت الانالوج امبلس ريسبونس اتش اي اوف تي لانالوج لديسكريت فلتر ريسبونس او امبلس ريسبونس اتش اوف ان. اوكي الفكره اللي فيها الاساسيه ان احنا بيسيكلي اكننا بنعمل سامبلنج للاتش اي اوف تي دي عشان نطلع لها اتش ان اوف تي اللي هي ديسكريت فيرجن بتاعتها. اوكي المزايا بتاعت الطريقه دي رغم ان هي طريقه سهله طبعا جدا ات بريزيرفز ذا ستابيليتي اوف ذا انالوج فلتر. لو انا عندي فلتر في الاس دومين بيبقى ستيبل يبقى هيبقى اكيد ستيبل في الديسكريت دومين. وgiven the linear relationship between the analog and the discrete frequency, the specifications of the discrete filter can be easily transformed into specifications of the analog filter. انا دلوقتي لما اكون عايز احول من h of s ل h of z انا دلوقتي اللي محتاج اعمله ان انا اديزاين proper analog filter بالمواصفات اللي انا عايزها وبعد كده اخده ادخله جوه يبقى ديجيتال فلتر او ديسكريت تايم فلتر. اوكي فالعلاقه بين الفريكوانسي اللي هي بين الاس دومين وبين او بين الكونتينوس تايم وبين الديسكريت تايم العلاقه لينير. اوكي ونفس الكلام بالنسبه للديسكريت والانالوج فريكوانسيز. اوكي فبيسيكلي احنا ممكن نديزاين فلتر بالمواصفات بتاعتنا اللي احنا عايزينها ونقدر نحولها على طول للمواصفات هي نفسها اللي احنا عايزينها في الايه في الديسكريت دومين. فالميزتين دول الحقيقه طبعا بيخلوا الدنيا سهله عندنا في الديزاين. بس طبعا المشكله ان احنا عندنا طبعا الفلتر بتاعنا بيبقى يعني بعض الاحيان بيبقى السبيسيفيكيشنز بتاعته ما تبقاش بالبساطه دي يعني الكونفرجن نفسها يعني بتبقى صعبه شويه بعض الاحيان. يعني الطريقه دي بنسميها امبلس انفاريانت ميثود نتيجه ان احنا عندنا الامبلس ريسبونس بتاعنا في الانالوج دومين وفي في الديسكريت تايم دومين بيبقى هما الاثنين شبه بعض بالظبط. اوكي عباره واحده فيهم عباره عن سامبلد فيرجن من الثانيه.